طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى يا ثابت، برضو يعني عايزين نعرف أرقام محمد صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية. طبعا أرقام محمد صلاح في البطولة، هو شارك قبل كده في البطولة 3 مرات. أوكي. دي إن شاء الله هتبقى المرة الرابعة لمحمد صلاح يشارك في البطولة. عدد الماتشات اللي لعبها 17 مباراة. سجل 6 أهداف. 6 أهداف وصنع 3. يعني مساهم في 9 أهداف في البطولة. محمد صلاح وصل للمباراة النهائية 2 مرات. وخسر الاثنين نهائي. محمد صلاح هو دلوقتي عنده 6 أهداف متساوي مع محمد أبو تريكة في هدافين مصر. فوقه الكابتن علي أبو جريشة والكابتن طاهر أبو زيد 7 أهداف، وأحمد حسن 8 أهداف، وحسام حسن 11، وحسن الشاذلي 12. يعني عشان يبقى الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم محتاج يجيب 6 جوان في البطولة دي. 7 ممكن يعادل الكابتن حسن الشاذلي. بس عنده رقم مهم محمد صلاح. أي هدف هيحرزه في البطولة هيخليه اللاعب الوحيد في تاريخ مصر اللي احرز في 4 نسخ مختلفه. صحيح. ان كابتن حسن وكابتن حسام احرزوا في 3 نسخ. واحمد حسن برضه اعتقد 3 نسخ، انما ما فيش حد في تاريخ لعيبه مصر احرز في 4 نسخ. فدي النسخه رقم 4. اي هدف يحرزه يخليه هو متفوق. بس احمد حسن سجل في 98 و2010 و2008 و2006 تقريبا. لا أحمد حسن؟ لا سجل في 3 بس. يبقى محمد صلاح هيبقى رقم أي هدف يحرزه يبقى 4. يبقى كده سجل اسمه في تاريخ البطولة. محمد صلاح وصل النهائي 2 مرات كمان. خسر النهائي، إن شاء الله الثالثة بقى يجيب لنا البطولة إن شاء الله. وكل الناس كلها الحقيقة بتفكر في هذا الأمر الحقيقة، إن هو محمد مش عايزين يبقى ضغط. ساعات يا كابتن سامي يبقى ضغط. لا محمد يعني، لا يعني على محمد لا يعني يبقى ضغط. يعني هو ايه يعني احنا مستنيين منه اكتر من ان هو يجي يخش يضرب يشوط شوطه زي اللي شاطها في البينالتي بتاع الكونغو. ماشي انا والله بس ضغط عليك 120 الف واقفين في المدرجات و120 مليون بره مستنيين. يعني تقوليش ضغط. فيعني زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يا كريم لمعسكر منتخبنا لها اهميه كبيره جدا. طبعا ليها اهميه. زياره الحافز طبعا ليها، لا وليها اهميه معنويه طبعا. لما اللاعبين بيتاح لهم الفرصه ان هم يقفوا فيس تو فيس مع رئيس الدوله ويسمعوا الكلام التشجيعي من سياده الرئيس، الحاجات دي طبعا بتفرق جدا جدا مع اللعيبه والامور المعنويه. يعني الامور المعنويه اعتقد بتسلم واحده من النقط اللي بتفيد اي رياضي قبل انطلاق البطوله. صحيح. يعني خلاص التدريب احنا اتدربنا والتكتيك اتحط. يعني ما اعتقدش حتى فيتوريا يعني في الوقت الحالي حتى في البطوله عنده مساحه ان هو يغير تكتيكس كتير. فانت بتشتغل على الجزء المعنوي. طبعا سياده الرئيس ما بيتاخرش في النقطه دي. وبصراحه طبعا هو يعني راح لهم من في مران العاصمه الاداريه وشفنا الفيديوهات وشفنا كلام اللعيبه كانت مبسوطه، حتى محمد صلاح بصفته كابتن الفريق يعني فيما يشبه يعني وعد سياده الرئيس ببذل، مش عايز اقول بوعده بالكاس، بس وعده ان اللعيبه طبعا هتحاول تعوض اللي حصل في 2021. وكانت طبعا يعني الخساره من السنغال بركات الترجيح، رغم برضو ان انا اشحب بصراحه هم لعبوا كره احسن مننا في الفاينل، بس برضو ما بتخسر بطوله بركات الترجيح بتحس ان هي كانت قريبه يعني. وبرضو هم وصلت وهم برضو كمان وصلوا كاس عالم وهم وصلوا كاس عالم برضو علينا بركات الترجيح. فاللعيبه اكيد طبعا اللي شاركوا في المباراتين دول بيبقى عندهم دافع ان عايزين عايزين نعوض. فباذن الله باذن الله ان شاء الله نقدر ان احنا نحرز اللقب في البطوله القادمه. من هو اكبر منتخب او اكثر منتخب من حيث المحترفين في الدوريات الخمسه الكبرى؟ الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى طبعا بتفرق. ما يبقى عندك دوري انجليزي او الماني او فرنسي او ايطالي والاسباني، دول اكبر 5 دوريات اللي هم الدوريات الاوروبيه. اكثر منتخب عنده لعيبه منتخب السنغال. اوكي. عنده 17 لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى. بعد كده المغرب 15 لاعب، بعد كده الجزائر 14 لاعب، بعد كده كوت ديفوار 13 لاعب. منتخب مصر عنده 4 لعيبة بس في الدوريات الخمسة الكبرى. فانت شوف الفرق اللي هي السنغال، المغرب، الجزائر، كوت ديفوار، مالي. مالي برضو من المنتخبات اللي عندها 11 لاعب من اللي هي في الدوريات الخمسة الكبرى. دي حاجة مهمة، دليل نوعية اللعيبة والاحتكاك كمان اللي بيبقوا فيه في الدوريات مختلف دي. عن الباقي. احنا الـ4 لعيبة محمد صلاح ومرموش في الدوري الالماني ومصطفى محمد، ناقص واحد والنني. دول الـ4 لعيبه اللي هم في الدوريات الخمسه الكبرى. طيب
كابتن حسن الشاذلي بيحتل المركز الاول يا كريم في ترتيب هدافي هذه البطوله، يعني اتكلمنا عنها ولكن نسمعها منك. لا طبعا كابتن حسن الشاذلي اكيد ما زال، يعني شوف هو حقق الاهداف بتاعته في نسخ 63 و70 و74 لغايه النهارده رقم صامد رقم صعب صامد 12 هدف كمان يا كريم. عدد الماتشات زمان اقل من دلوقتي طبعا طبعا، بس برضه حاجه برضه ثابت الدفاع زمان غير الدفاع دلوقتي مفتوح ماشي، بس معلش برضه عدد الماتشات النتيجه 4 ايه الطريقه 2 4 2 ايه 2 4 2 دي، بس يعني حاجه كده يعني ده فيلم ده فيلم طبعا ده التاكتس برضه يا كابتن اسلام وخط الوسط، يعني مثلا زمان في السبعينات المهاجم او راس الحربه كان بيرجع يدافع، لا يعني معلش برضه لا يعني صلاح لو جاب جونين هيبقى هيعدي كابتن ابو تريكه وكابتن علي ابو جريشه هيوصل لاحمد حسن ويوصل لكابتن احمد حسن بالظبط. لو جاب ثلاثه يعدي كابتن احمد حسن ويخش. بص احمد حسن سجل 8 اهداف عشان ارد بس على سابق في ثلاث نسخ 98 2006 و2010 2008 لا ما جابش في 2008 ما جابش في 2008 ما جابش في 2008 محمد ما كانش اساسي لان حسام غالي كان كابتن حسام غالي كان دخل يعني في وسط الملعب بس لعب هو شارك فيه لا شارك طيب عايز اخد حضراتكم بقى توقعاتكم كالعاده وهسال كل واحد فيكم خمس اسئله ونسجلها كده ونشوفها معانا. احمد توقع اطراف المربع الذهبي من وجهه نظرك في كاس الامم الافريقيه. اطراف المربع الذهبي اقوى اربع منتخبات في افريقيا حاليا مش اقوى منتخبات انت قول اطراف اطراف المربع الذهبي لازم يحل يقعد يلف ويحل ايوه حد بيعمل اشعه ما هو ما مصر تعمل اشعه على ايه مصر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار مين هيلاعب مين قول ما هي مصر لو صعدت اول هتقابل المغرب في دور الثمانيه نقول مصر والمصر هتلعب المغرب والسنغال وكوت ديفوار دي اطراف يعني دي اطراف دول اقوى اربع فرق بشوفهم كده هيلعبوا في دور الثمانيه يبقى لو كده يبقى الجزائر ومصر والسنغال وكوت ديفوار الجزائر ومصر ده عشان مصر ان شاء الله هتعدي المغرب المغرب ان شاء يبقى الله يبقى مصر والجزائر في طرف والسنغال وكوت ديفوار في طرف. اوكي كريم انا بشوف مصر ان شاء الله في السيمي فاينل هتواجه الكاميرون مره ثانيه والناحيه الثانيه هيبقى مواجهه ما بين كوت ديفوار والسنغال مصر والكاميرون هي السيمي فاينل ده هيتكرر ثاني ماشي ادينا بنسجل الحصان الاسود للبطوله احمد الحصان الاسود للبطوله جنوب افريقيا غانا بسبب محمد قدوس نيجيريا بسبب نيجيريا عندهم مشاكل مع باسيرو نعم عندهم مشاكل مع باسيرو ولسه متعادلين ولا مشاكل كمان مع اللعيبه انت عارف اللعيبه نيجيريا عندهم مشاكل بس ثواني بس الحصان الاسود يعني فريق احنا مش متوقعين ان هو قبل البطوله ان هو يكون كويس ويعمل مفاجاه صحيح عشان كده جنوب افريقيا لا جنوب افريقيا منتخب جاي ومعاه لعيبه سان داونز كمان والتاقلم بتاعهم مورينا ومديبة ومعاهم كمان بيرسيتاو هو ناقصهم بس راس حربه كويس هم عندهم مشكله ان مفيش راس حربه كويس يجنسوا شلويلي بقى المفروض ياخدوه معاهم منتخب كبير يعني احمد قال جنوب افريقيا وكريم منتخب غانا اوكي وغانا خلي بالك برضو مش من المرشحين قوي يعني خالص دلوقتي وبعاد 2010 غير بعيد طيب ثالث حاجه منتخب كبير هيخرج بدري من هذه البطوله يا احمد منتخب كبير يخرج بدري منتخب تونس انا شايف بصراحه منتخب تونس اللي كسبك 3-1 انا شايف ان الكيرف بتاعهم اقل والوديات في الفتره الاخيره يعني هم عندهم في الخط الامامي مش قوي عندهم قوه في وسط الملعب محمد علي بن رمضان مع اللعيبه اللي بايرن ليفركوزن بيلعب عندهم كذا لعيب كويس بس الخط الامامي ما فيهوش غير يوسف المساكني بيعتمدوا على لعيبه كتير مش اقوياء فانا شايف ان ممكن تونس تبقى مفاجاه كريم والله انا بين بوركينا ونيجيريا يعني ممكن يعني مشكله نيجيريا بالنسبه لي نيجيريا في تصفيات المونديال نتائج سيئه جدا جدا خساره ماتش وتعادل ماتش وباسيرو طبعا مشاكل كبيره جدا مع الصحافه هناك والدنيا عندهم ازمه يعني عندهم ازمه كبيره بس طبعا بكل امانه سكواد نيجيريا سكواد مش مرعب يعني مرعب بس مرعب خلي بالك يا كابتن اسلام لعيبه خصوصا لعيبه نيجيريا والكاميرون دايما قبل اي بطوله مجمعه يعني ناخد فلوسنا ما نروحش ابجني المسج تيجي على على الموبايل الا مش هيك فلوس دخلت بس لعيبه جامد يعني لعيبه قويه قوي بصراحه عشان كده بقول لك انا وجهه نظري انا بتكلم على اللي انا شايفه فنان قدامي واقراه ان هم لعيبه كويسه جدا ودي هتبقى مفاجاه البطوله من وجهه نظري هداف هذه البطوله احمد
هداف البطوله دي ان شاء الله ان شاء الله محمد صلاح يا رب، وممكن يخش منافس قوي ليه سيباستيان هالر مهاجم منتخب كوت ديفوار، ده المرشح ان هو ياخد الجائزه يعني سيباستيان هالر، وطبعا معاه محمد صلاح. كريم والله اتمنى طبعا لعيب منتخب مصر، بس انا بصراحه بشوف بكل امانه واحد ممكن مفاجات مصر في البطوله دي عمر مرموش. أوكي. عمر مرموش عامل موسم في المانيا بصراحه مميز جدا، هو هيبقى هداف البطوله يعني من وجهه نظري لو لعب. أوكي. انا اعتقد يبقى يعني هو فكره تهديفه السنه دي، لا هو على المرمى. كنت استنيت للسؤال الجاي. إيه؟ السؤال الجاي هيبقى احسن شويه. ايه بقى هيقول اللي انت لا تتوقع تألقه؟ ده انا شايله بصراحه لمحمد قدوس الغاني. آه. لا الولد ده رحله حياته بصراحه، حتى هو من اكاديميه الاستاذ محمد منصور اللي هي رايت تو دريم اللي هي غانا في مصر وفي امريكا، هما مطلعينه في 2018، والولد لما راح اياكس، بص يا كابتن اسلام، ولد من اكاديميه النهارده ثمنه زي ما ثابت جاب الاحصائيه 45 مليون يورو. بص النهارده تنشئ يعني الايه التربيه والتنشئه للاعب كوره خلال 4 سنين، نط من لاعب هاوي تماما في اكاديميه في غانا ما حدش يعرفها تقريبا في العالم، للنهارده واحد من ابرز اللاعبين المرشحين للتالق في واحده من اكبر البطولات المنتخبات في العالم. فده يورينا قد ايه النهارده فعلا صناعه كره القدم، بس صناعه على اسس، تصنع النهارده لاعب صغير، لعيب شاطر، عين كويسه اختارته وبدا يتنمى بشكل كويس، والنهارده وصل اهو، شوف تمنه النهارده طبعا بالارقام دي، واكيد هيزيد بعد كاس الامم. مين يا احمد لاعب تتوقع تقله؟ امام عاشور. اوكي. امام عاشور من منتخب مصر، اعتقد ان شاء الله يتالق في البطوله دي بالحاله اللي بيمر عليها مع النادي الاهلي. ولا يا عم ده ما عنديش فكره. ليه؟ انا بهزر، انا بتكلم في واحد بيطلع يقول كده على امام على طول، والله عيب. كان كويس، كان عشان يعمل مشاهدات. امبارح بيدي له واحد ولا اول امبارح بيدي له واحد من 10 عشان خاطر انا بقى اعمل مشاهدات بقى يعني. ما انا عشان كده بقول لك بقى يعني والله العظيم الواحد والله يا جماعه عيب قوي والله عيب. عيب مش عيب يعني، حتى لو انت هتدي له واحد يعني انت فاهم. لا كلام في الكوره، كل واحد حر، بس انا اقصد اليومين دول يا كريم لاعب في منتخب مصر. لا اليومين دول تحديدا كلنا عايزين نبقى ورا منتخبنا والله العظيم. ثلاثه يعني انا لو حد جه يكلمني مثلا على زيزو وقال لي ان هو مع المنتخب ما بيعملش مش عارف ايه، لا انا بشوف ان زيزو واحد من افضل واهم اللاعيبه اللي في مصر خلال هذه الفتره، وهفضل اقول هذه الكلمه مهما كانت الظروف، مش مجرد ان انا بشتغل في قناه الاهلي وزيزو لعيب في نادي الزمالك، لا بالعكس، احنا كلنا دلوقتي بنتكلم عن منتخب مصر، الكل ايد الكل، الناس المفروض باستثناء بعض الاسماء اللي بتتحرك بطرق معينه وعشان ناس معينه، باستثناء الناس دي احنا كلنا في ظهر منتخبنا الوطني تيالي يعني.